زخارف ونقوش شرقية رائعة اندمجت مع لمسة من التجديد لتكون تناغم رائع ساحر وحالم. هالتناغم اللي ما ممكن نلاقيه إلا بمطعم دار ورد بحلب اللي استقبل زواره للمرة الأولى بالورود. دار ورد بيقع بالمدينة القديمة بحلب، هو خان قديم من القرن 18 تم ترميمه ليكون اليوم تحفة فنية كبيرة بتعبر عن عدد من الأزمنة من الثقافات المختلفة. خبرنا عنه وعن تاريخ المكان السيد طلال عطار مالك دار ورد. أنا عندي عشق لمدينة حلب، أنا من مؤسسين جمعية أصدقاء حلب وأعضاء مجلس إدارتها، فاخترت أن مدينة حلب كتير مدينة هامة سياحيا تجاريا اقتصاديا عالميا، فلازم هالمدينة يكون فيها اهتمام، فلازم نحن نهتم فيها. فبصراحة أنا عندي عدة مشاريع على محيط قرية حلب، عندي الأريكة كافيه، عندي دار ورد، عندي فندق، هلا عم بساوي فندق كمان بالمدينة القديمة، عندي بازار خان عبارة عن خان، لقينا انه نساوي فيه مثل هالبازار الفكرة القديمة لكن بيروح جديدة. وكمان خبرنا عن سبب اختيار المدينة القديمة بحلب لتكون مكان دار ورد. هالمنطقة اللي نحن فيها هي كانت قصر للملك لضيفة خانتون احد ملوك حلب، فهون كان مثل جزء من منزل هذه الملكة. المكان أمامنا هذا عبارة عن المنزل، القصر كانت تقيم فيه، جناح مدرسة المدرسة اللي بتدرس فيها أطفالهم أطفال الملك وعائلته، بالإضافة لهذا الجزء من 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 قصر الملكة ضيفة خانتون. فنحن حاولنا نسوي دمج، نطلع بفكرة ونحافظ على يعني تواجد هذا المكان في هذا المكان المهم هو محيط لقرية حلب. فطلعنا بفكرة طبعا دار ورد. المكان هون كتير حميمي، في كتير أجواء برايفت بالمشروع، بمجرد ما بتقعدي بدار ورد بتحسي حالك أجواء حالمة، إن كان بالديكور بالموسيقى بالأجواء الديكور، فهذا كتير كتير ضروري إنه نوصل للزبون أجواء حالمة غير تراديشنال، غير مميز عن بقية أسلوب المطاعم اللي عم بيمشوا فيه. دار ورد بيتألف من قسمين، قسم داخلي وبتميزه الديكورات المأخوذة من عصر الباروك والمدموجة بابتكار مع لمسة شرقية رقيقة، أما القسم الثاني هو التراس الخارجي اللي بيحمل لمسة يابانية وماليزية إضافة للمسة العربية، وهيك بيكون دار ورد مزيج مميز بين القديم والجديد ولكن بروح العصر.